خير يا دكتور؟ خير ان شاء الله. تشغليش بالك خالص، دي حاجة طبيعية جدا خصوصا في المرحلة اللي انت فيها دي. هو جوز حضرتك فين؟ تعيش انت يا دكتور. بقى لله، بقاله كتير؟ 3 ايام يا دكتور. 3 ايام؟ ومن ساعتها وانا مش عارفة مالي، جسمي مش طبيعي وحاسة كده بحاجات غير طبيعية، ده غير اللي انا قلت عليه لحضرتك جوه في اوضة الكشف، ومش هقدر اعيده تاني، اصلا انا بتكسف قوي يا دكتور. ان شاء الله حضرتك هتمشي العلاج ده باذن الله، وان شاء الله خير ان شاء الله. انا متبشره بيك خير يا دكتور، وحاسه كده ان علاجي هيبقى على ايديك، خصوصا بعد صديقاتي ما شكروا لي فيك وفرحت برفانك. ميرسي يا فندم، كتر خيري. مش شايفي هو؟ والله يا فندم احنا يا دوبك اسباب. الله الله يا دكتور، كلامك زي البلسم ينزل على الجرح يطيب. انت ما تتصورش الكلام بتاعك ده، انت ما تتصورش كلامك ده عمل فيا ايه. عمل ايه؟ هون علي عذابي اللي عايشة فيه من بعد وفاة المرحوم. عذابي يا حاجة؟ دول يا دوبك 3 ايام، اعتبريهم يعني ظرف شهري. هات وبيقولوا لي فاتحة. لك يا دكتور، لا 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 لا، ما تعدي عليا يوم الخميس ونقرا الفاتحه سوا. تبنا الى الله. حنان!